انطلاقة لدى السباق الثالث الآن جائزة إيرماك على مسافة 1700 متر، إذا 19 مشارك 19 مشارك بالنسبة لهذا الشوط. هناك الآن تقدم طفيف بالنسبة لهذا السباق من جانب رقم 4 ماري دبوسكورا في المرتبة الأولى، هناك كذلك رقم 12 جوائر دوغري في المرتبة الثانية من الجهة الوسطى، محاولة من جانب رقم 10 بيسما وكذلك مازال من الجهة الوسطى تقدم للرقم 13 من الجهة الخارجية، هناك رقم 15 كذلك زري ويلر في تركيب جلال مديني. تقدم نوعا ما من جانب رقم 14 أظن أنا ترور سلمان في المرتبة الأولى، هنا كذلك رقم 12 جواهر دوغرين في المرتبة الثانية، ويمكن أن تابعوا محاولة من جانب كذلك أنا رقم 9 نوارة نخيل، هنا كذلك من الجهة الخارجية ماريد بوسكورا، وكذلك يمكن أن تابعوا محاولة للتقدم نوعا ما من جانب رقم 3 عقبة تنسيفت، لكن في المرتبة الأولى أظن رقم 4 أو رقم 14 أو رقم 4 أظن بالنسبة لهذا السباق الآن، تقدم جيد بالنسبة لرقم 14 في المرتبة الأولى جواهر دوغري في المرتبة الثانية، ثم كذلك يمكن أن تابعوا مشارك آخر لأظن هو رقم 2 زيد الفنين من جهة الحاجز. إذن زيد الفيلين كيحاول رقم 17 كذلك غزالة الشرق اللي تحاول تطرق من أجل الوصف إلى أثناء، بينما كذلك نشوف رقم 2 زيد الفيلين انطلاقة ديال جواهر دوغرين عبد الرحيم في طول يطرق من أجل الخارجية، محاولة من جانب رقم 14 في المرتبة الأولى، رقم 14 في انطلاقة جيدة لكن جواهر دوغرين في محاولة لفوز بهذا السباق، وزيد الفيلين اللي عنده تقدم طفيف في هذا السباق، زيد الفيلين يفوز بهذا السباق رفقة لكي محمد سند. إذن فوز زيد الفيلين ومحمد سند بهذا المسابقة. إذا لاحظت مشاهدينا الكرام تلتقون بنتائج الوصول المؤقت.